مما يستحب أيضا في فعل ما بعد الوفاة الإسراع في تجهيزها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأفضل أنه إذا توفي المرء أن يسرع في تجهيزها لكي تلقى عن الأعناق. ولكن هنا بعض الناس ربما تعنى تأخير التجهيز لسبب أو لآخر، فربما قصد التأخير لنقل الميت من بلد إلى بلد آخر، كمن يوصي أن يدفن في بلد ما. فهل نقول في هذه الحالة إن الأفضل أن يسرع في تجهيزه وأن يدفن حيث مات، أم أن الأفضل في حقه أن ينقل إلى البلد الأخرى إنفاذا لوصيته؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها أن أخاها لما توفي أمر بأن ينقل إلى بلد أخرى، فقالت عائشة رضي الله عنها: لو حضرت دفنه، لو حضرت وفاته لما دفنته إلا حيث مات. وهذا القول من عائشة رضي الله عنها يدلنا على أن الأفضل، إنما هو الإسراع وعدم نقل الميت إلى بلد آخر. ولذلك صدرت الفتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز أن الميت إذا أوصى أن يدفن في بلد ما فإنه لا يلزم إنفاذ وصيته، مطلقا، وإنما يكون إنفاذ وصيته للورثة، وليس الإنفاذ أو عدمه فيه أجر، لأن هذه لا مصلحة فيها للميت. البعض من الناس قد يتأخر في تجهيز الميت بقصد انتظار المصلين، فهل الإسراع في تجهيزه مع قلة المصلين أفضل، أم تأخير الصلاة عليه مع كثرة المصلين أفضل؟ يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن كثرة المصلين واجتماعهم إذا عارض الإسراع بالجنازة فإن الإسراع بها أفضل، إلا أن يشهدها أولياء، أي قراباته وعصابته، فهؤلاء إذا كانوا بعيدين فإن الأفضل أن يحضروا، وأما من عداهم من الناس فإن الأمر فيه سواء. ولذلك فإن الأفضل للميت ولأهله أن يسرعوا في الصلاة وأن يسرعوا في التجهيز، وإن لم يحضر العدد الذي يريدونه ما دام الأولياء قد حضروا. وإنما استثنى العلماء رحمهم الله تعالى الأولياء دون غيرهم، لأن مؤنة التجهيز تحتاج إلى مال وتحتاج إلى قائمين به، وتركته وأمواله تحتاج إلى نظر كثير، فلذلك استثني الأولياء دون غيرهم. وعلى ذلك فإننا نقول إن الإسراع في التجهيز الميت هو الأفضل والسنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولو عارض ذلك عدم كثرة المصلين، أو عارض ذلك وصية من الميت أو رغبة من أوليائه بأن ينقل إلى بلدة أخرى.